وانا نقول لك اكبر خطا وقعنا فيه البلاد كلها وقعنا فيه وانه هيئه تتكون بالوفاق تولي تصوت على القرارات هذا خرم كبير برغم ذلك طبنا وكلكم تعرفوا كيفاش كونت الهيئه دي باسقاط عدد كبير من ما يسمى بالوجوه المستقلة والشخصيات الوطنية المستقلة رغم ذلك مشينا يعني صار الشخص فيها واحد يجيبوه من سواديزون شخصية وطنية عنده نفس الصوت مع حزب صرف النظر عن الحزب رغم ذلك حفاظا على الوفاق قبلنا وصرنا في مؤسسة وهيئة معينة بدون ضوابط وبدون اتفاق على المقاييس صرنا نخضع لتصويت ورغم ذلك ومع شعورنا بهذا الغيب بهذا الخطأ قبلنا من أجل الوفاق الآن احنا قدام تاريخ قرر بدون وفاق حسم بدون وفاق ويراد أن يمر بدون وفاق لذلك الآن وإنقاذا لهذا الوفاق قلنا مش ممكن أن نتقدم إلا أن نرجع إلى الوفاق في قرارات تهم الشعب تهم الثورة وهو تحديد مصيره السياسي وبدينا هذا نشوفوه حتى من السؤال القادم هيئة عاشور أو هيئة السيد عياض عاشور أو هيئة العليا ما سميهاش هيئة لأنه فقط مش حب نفرق بين زوز هيئات. الآن بدأت تطرح على نفسها مهام ليست من خصوصيتها وهو التشريع للحياة السياسية التونسية للشعب للثورة. قوانين تشريع تهم مصير البلاد اش بقى للمجلس تأسيسها واش بقى لقيمة الانتخاب وقيمة الشرعية هذه انتحال شرعية لا يمكن ان يقبلها الشعب